عايزين نقول حاجة، ليه كندا السنة دي أخيرا طلعت الألبان من الجدول الأكل اليومي؟ يا حليب ذاك شنو الحكاية يا أخي؟ السلام عليكم أطلال، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ساينس اكسبلين فيديو. اليوم موضوع شائك، موضوع مهم برشا، أبطال قاعدين يستنوا في الموضوع هذا اللي هو موضوع الحليب، شنو هو الصحيح شنو هو الغلط. خاطر برشا فيكم اللي صاروا شافوا الفيديو هذا بتاع محمود الدرة اللي حكى فيها على الحليب الجزء الأول والجزء الثاني، وتبعثت لي برشا مرات من الأبطال. الحقيقة كنت باش نحكي فيه الموضوع هكا ولا هكا، خاطر ديجا موضوع مهم برشا، لكن كي زدت شفت الفيديو هذا زدت أكدت اللي يلزمني نحكي فيه في أقرب وقت ممكن. هو الحقيقة مش في أقرب وقت، وخرت برشا، لكن نتصور هذا هو الوقت المناسب، ولوشت مليح ولقيت قرائن علمية ننجم نقدمها لكم، وباش هكاك خليكم الاختيار ديما ليكم انتوما وتفلتريو شنو المعلومات الصحيحة من المعلومات الغلطة. ونحب نوضح لهنا حاجة مهمة على الاخر، راني لهنا مانيش باش نقيم الأشخاص، مانيش نحكي في شخص محمود الدرة، نحترم البطل هذا، البطل العربي البطل المصري، لكن باش نحكيه فقط في المعلومات اللي عطاها في الفيديوهات نتاعو الجزء الأول والجزء الثاني، ونحاول نعطيكم قرائن علمية وشنو الصحيح والغلط من الكلام اللي جاء في الفيديوهات هذوما. كان أول مرة تتفرج فينا، نحب نقول لك شي اليوتيوب هذه عملتها باش نبارطاجيو فيها كل المعلومات اللي تتعلق بالسبور وخاصة بالفتنس. دونك أنت في المكان المناسب باش تتفرج في حاجات تنجم تفيدك برشا، وباش تكون بقرائن علمية بطريقة بسيطة برشا وسلسة أي واحد ينجم يفهمها. دونك ما تنساش باش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، خاطر هذا يشجعني ويدعمني برشا، وخاصة يفرحني ويقوي الكوميونيتي نتاعنا. لأن نبداو بأول فيديو اللي قال لنا في كندا نحاول الحليب جملة من نظام الغذائي نتاعهم، وحطوا نظام غذائي جديد ما فيش البان تماما. ولنا اسف كان نقول لكم، كيما تشوفوا في التصويره هذيه وكيما تشوفوا في الموقع الرسمي بتاعهم يقول لك تناول البروتين مهم برشا، والمصادر المقترحه نلقاو منتجات لبنيه، حليب، ياغورت، وجبن. انت تتكلم قد اكثر حاجه الحقيقه تاثرت بها في الفيديو هي هشاشه العظام، لانه من الصغر ونتصور انت كنت تفرش الفيديو هذيا كيف والديك من انت صغير يمرجوا فيك بحكايه الحليب، اشرب الحليب باش يولي عظامك قوي، اشرب الحليب قبل ما تخرج، خذ اشرب بس حليب الصباح، تمرجنا بحكايه هذه الحليب اللي هو باش يعاونك باش كي تكبر يولي عندك عظام قوي. تو اكتشفوا العكس، ولنا على عكس اللي قالوا في الفيديو نتاعو انه الحليب يسبب في هشاشه العظام في عمر اخر. الحقيقه دراستي شفتهم الكل ياكدوا انه اكثر حاجه تساعد في تقويه العظام وتجنبك لهشاشه العظام في عمر اخر هي المواد اللبنيه، وهذا لاحتوائها على ماده الكالسيوم، مش الكالسيوم وحده، خاصه معها البروتين والبوتاسيوم وعده عناصر غذائيه اخرى باش تساهم بصفه كبيره في تقويه العظام نتاعك. ولنا في حال متوفرش الكميه اللازمه من الكالسيوم للجسم نتاعك، وقتها باش يضطر انه يسحب الكالسيوم من العظام نتاعك باش يوفر الكالسيوم هذا اللي باش يستحقه في عده وظائف حيويه ذات اهميه اكثر لبقائك على قيد الحياه. ونتصور اكثر عنصر غذائي موجود على كوكب الارض فيه الكالسيوم هو الحليب ومشتقاته، وهذه مغالطة أخرى. قعدت مركز برشا في فيديو باش نفهم شنو التفسير اللي عطاه وشنو اللي استند عليه باش خرج بالنظرية هذية. حسب ما استند عليه هو في الكلام تاعه في الفيديو اللي جاء، قال انه الحليب يعمل برشا أسيدي في الجسم نتاعنا، وهذا ناتج عن كمية البروتين الموجودة في المواد اللبنية، واللي هذا باش يخلي الجسم نتاعك يستعمل الكالسيوم باش يعمل كالتعديل هذيك نتاع البي هاش ويرجع الأسيديتي لمستواها العادي، واللي هذا ما عندوش حتى أساس بالصحة وما فماش حتى قرينة علمية على الكلام هذا. لأنه وببساطة الدراسات العلمية تقول انه المواد اللبنية ما تعملش حتى أسيديتي في الجسم، والكلام هذا كل جاي من عند شكون؟ جاي من عند الجماعة اللي طلعونا بالألكلاين دايت وجماعة الفيجن والفيجيتيريان وخاصة بلانت بيس دايت، وركزوا لي برشا على الكلام هذايا وقعد معايا تو تفهم اكثر في بقيه الفيديو. نجيو تويكا للدراسه اللي عطاها لنا في الفيديو هذايا، اللي عطانا قصدي التصويره نتاعها، وانا قلبت عليها الدنيا الكل باش لقيت الدراسه هذايا. ماذا بينا باش نكونوا موضوعيين وعندنا اكثر مصداقيه، نحطوا الرابط نتاع الدراسات اللي قعدنا نحكيو عليهم في الفيديو، كيما قاعد نعمل مع الكوميونتي نتاعي في الديسكريبشن تلقاو جميع الدراسات اللي قاعد نحكي عليهم في الفيديو هذايا. دونك اللي يحب يتعمق اكثر ويحب يثبت في الدراسات هذايا يلقى اليوم تاعهم في الديسكريبشن. وفي الدراسه هذه يقول لك 3 كيسان حليب اللي يجيو تقريبا 450 ملي لتر بقاو عندهم علاقه مع الوفيات امراض القلب والكانسير، عافانا وعافاكم الله. وبعد يقول لك يجب الحذر في تفسير النتائج هذه، وعلاش؟ لانه العلاقه ماهيش ديما السبب، correlation not causality، لانه الدراسه هذه
Court Observational Study اللي هي فقط يتبعوا فيها مجموعة من الناس على مدة طويلة ويكون عندهم نفس الخصائص ويقارنوا بيناتهم. يعني مثل هذه الدراسات ما نجموش نعرفوا هل بالحق المواد اللبنية هي سبب في موت الأشخاص هذوما وهي سبب في الأمراض هذية أو لا. ولنا نهزكم السيستماتيك ريفيو اللي عندها أكثر إثبات علمي كما تشوفوا في الهرم هذايا، وفي المراجعة هذه للدراسات باش يشوفوا هل استهلاك الحليب عنده علاقة بالوفاة، لأن يقولوا أنه لا يوجد حتى قرينة علمية أنه الحليب يزيد في خطر الموت الناجم عن أمراض القلب أو السكتات الدماغية. كي نحكيوا على أمراض السرطان نلقاو أكثر إثبات في أنه تجم تكون فما علاقة بين الحليب والبروستات كانسر كي يكون استهلاك عالي للمواد اللبنية هذه، كما نجم يكون فما إمكانية في التقليص من خطر الإصابة بالكولوريكتال الكانسر اللي يكون في بارتي من الأمعاء الغليظة. اللي نحب نقوله في الموضوع هذا أنه الدراسات اللي عنا تويكا دراسات أكثرها دراسات توجيهية، ونجموش نقوله عنا دراسات مثبتة واضحة باش نحكيه أنه الحليب ينجم يكون سبب من أسباب اللي تخلينا نمرض بأمراض السرطان. نسحقوا أكثر دراسات في الموضوع هذا باش نثبتوا النظرية هذه من عدمها. تويكا Type 2 Diabetes أو مرض السكري من النمط الثاني في Overview of Systematic Reviews and Meta-Analysis اللي نلقاو فيها مجموعة كبيرة من الدراسات يتم مراجعتها ويخرجونا بتحليل النتائج هذه، واللي تعطينا أنه استهلاك المنتوجات اللبنية بصفة عامة عنده علاقة بانخفاض خطر الإصابة بالمرض السكري النوع الثاني، وخاصة بالمنتوجات اللي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون. جيو تويكا لحكاية الحبوب اللي تطلع في الجسم نتيجة المواد اللبنية هذه، هل هي صحيحة الحكاية أو لا؟ الحقيقة في ميتا أناليسيس لقاو فما إمكانية إنه فما علاقة بين المواد اللبنية هذه وطلوع الحبوب في الجسم بتاعك بنسبة أكثر كي تستهلك المواد اللبنية هذه ويكون الحليب كامل، بنسبة أقل المواد اللبنية أو الحليب الغير دسم وما لقاوش علاقة في استهلاكك للجبن والياغورت. لهنا نجم نقولوا إنك تجرب خاطر نختلفوا من شخص الشخص، التفاعلات نتاع الجسم نتاعنا ما احناش كيف كيف، دونك من المستحسن انك تجرب وتشوف شنو هي التفاعلات نتاع جسمك وهل فما حساسيه سلبيه من المواد اللبنيه هذه او لا. والحقيقه لهنا التفسير مازال مش واضح، لانه فما برشا نظريات تقول كما نظريه انك حقن الحيوانات هذه في بعض الاحيان بالهرمونات واللي باش ياثر على نوعيه الحليب اللي باش تمدنا به فيما بعد، كما تنجم تكون امور وراثيه ورثتها انت عن الوالدين نتاعك، كما تنجم تكون فما علاقه بين المواد اللبنيه هذه ونوعيه الاكل اللي انت تاكل فيها كي تكون أكل غير صحية ومواد غير صحية ومعالجة نجم يأثر، هذا التفاعل ما بيناتهم نجم يأثر ويخلي فما حساسية للبشرة متاعك وتعمل كالتفاعل هذاك متاع الحبوب، وخاصة كي يكون عندك حساسية من اللاكتوز. وهذا يهزني صلب الموضوع والموضوع الأساسي والمشكلة الأساسية تجم تكون من المواد اللبنية هذه اللاكتوز. ولنا كانت تتفرج في الجزء الأول والجزء الثاني من الفيديو متاع الدرة تجم تفهموا تغيير opinion position من الفيديو الأولى إنه ما نشربوش الحليب لأنه هذا نجم يقتلنا ونجم يؤدي لهشاشة العظام، نجم يؤدي برشا أمراض. في الجزء الثاني واليوم نحكيه على مشكل اللاكتوز، ولهنا نشوفه التغيير، ولهنا باش نحكيه أكثر على المشكل هذا. هو صحيح فما نسبة عالية من الناس تقريبا 65-70% عندهم حساسية من اللاكتوز، واللي هو ضعف القدرة في تفكيك المادة هذية، واللي تتمثل في السكر متاع الحليب جلوكوز مع جالاكتوز. لهنا نجم نقول لك فما نسبة أخرى قاعدة اللي هي 30-35%. شو نجموا يعملوا جماعة عظام؟ فصل صغير لهنا يجيو نشوفوا أعلى نسبة متاع حساسية في الطعام منين جينا؟ نلقاو أعلى نسبة جينا من الفول السوداني، الحليب ونقاوه نقاوه في المرتبة الرابعة. يعني اللي نحبوا نقولوا لهنا كيما جسمك نجم يقبل كاس زوز كيسان ثلاثة كيسان ما يتقلقش من الحكاية هذه، كيما نجم الريحة متاع الحليب تدرع لك خلاقك وتعمل فيك فتارية وكرشك والدنيا تدخل بعضها، كيما تنجم تولي كيل عجل تشرب بيترا انت كيل حليب في النهار ما يقلقكش هذايا. أنا الحقيقة ما نشربش حليب، أنتم قولوا لي في لي كومونتير قداش تشربوا حليب في النهار ولا في الجمعة. ولنا نجيو للموضوع المطروح كأنه احنا الكائن الغريب والكائن الوحيد على وجه الأرض، كل احنا بيزار كي نشربوا في الحليب نتاع كائنات اخرين، ولهذا موش صحيح، لانه الخطاطس تشرب كي تمدلها الحليب نتاع كائنات اخرى، تشرب الخطاطس الحليب هذا وما تتقلقش ما يصير لها حتى شيء، كما انه اكتشفوا اخيرا انه النوارس الغربيه تشرب او مش تشرب تسرق من ثدي الفيل الشمالي الحليب هذا تشرب عادي على الخ. يعني ما احناش وحدنا. ايه لهنا هذا يهزني تساؤل، شكون اللي قرر انهي بارتين من جسم الحيوان اللي نجموا ناكلوها وانهي بارتين اللي نجموا ما ناكلوهاش؟ يعني ناكلوا اللحم الابقار هذيا وما ناكلوش الحليب، اللي الحليب هو يساعد في بناء كتله عضليه نتاع الابقار هذه. لوجيك شنو اللوجيك هذا؟ وشكون يقرر في الحكايه هذه؟ يقول لي عرفت شكون. نو هكا نكونوا كملنا الفيديو نتاع اليوم، ما تنساوش باش تعملوا لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو هذا مع اصحابكم. انا مقالي كنقول لكم I'll see you next time يا ابطال.